في آخر أسئلته يقول: هل يجوز أكل لحم الطيور إذا كان الذي ذبحها لا يصلي؟ لا يجوز أكل لحم الطيور ولا أكل لحم غيرها إذا كان الذابح غير مسلم وغير كتابي، وتارك الصلاة مرتد عن دين الإسلام، فهو ليس من المسلمين ولا من أهل الكتاب، فهو مرتد كافر. لا يجوز أكل اللحم الذي ذكاه. نعم.